عاملين ايه يا ولاد؟ وحشتوني جدا 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 من المرة اللي فاتت. النهاردة هناخدوا الدرس الخامس اللي اسمه بتدوقني طعم الأبدية. بتدوقني طعم الأبدية، هو ده الدرس اللي هناخده النهاردة يا ولاد. وتعالوا مع بعض بسرعة نشوف مين هم الضيوف بتوعنا النهاردة. بوبي كريبو وبيبو رودي. سنوبي بصي بصي هناك كده، هما دول أصحابك؟ أصلهم شبهك قوي. وحشتينا. هيه هيه سنوبي جه سنوبي جه. هيه يا طعمتنا يا حلاوتنا، لذاذ جدا في أكلتنا. يا طعمتنا يا حلاوتنا، لذاذ جدا في أكلتنا. ازيكم يا صحابي؟ ازيك يا بيبو؟ وحشتني جدا جدا. انا واصحابي الجداد رودي وجريبو عملنا شوية مغامرات علشان نوصل ليكو، هبقى احكيلكو عليها كلكم. ودلوقتي بعد ما وصلتم كلكم للكنيسة، يا اول واجمل حزمة من سنابل القمح ومعاكو عناقيد العنب الجميلة، بقول لكم ألف مليون مبروك، لأن منكم يا سنابل القمح هيتعمل الدقيق اللي هيتعمل منه القربان، ومنه هيختار أبونا القربانة اللي بصلوات القداس بتتحول لجسد بابا يسوع. وكمان منكم يا عناقيد العنب هيتعمل أحلى عصير عنب اللي بصلوات القداس بيتحول لدم بابا يسوع. حقيقي انا طول الطريق بفكر هو احنا ايه دورنا في الكنيسة. شكرا ليك يا بيبو. بيبو بيبو شاطر جدا 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 يا جريبو، وعارف كل حاجة. شكرا ليكم، الفلاح هو اللي فهمني وحكالي على كل ده، وكمان قال لي ان بابا يسوع هو بنفسه اللي عمل واسس سر التناول. وايه هو سر التناول؟ لما قرب يا اولاد عيد عند اليهود اسمه عيد الفصح، طلب بابا يسوع من 2 من تلاميذه، هما بطرس ويوحنا، بطرس ويوحنا، انهم يروحوا يجهزوا المكان اللي هيحتفلوا بيه بالعيد. وقال لهم انهم هيلاقوا واحد شايل جرة مية، يسألوه فين البيت اللي بابا يسوع هياكل فيه الفصح مع تلاميذه، وهو هيوصلهم للمكان. ويا ترى بطرس ويوحنا وصلوا للراجل اللي قال عليه بابا يسوع؟ ايوه طبعا، وهو وصلهم لبيت القديسة مريم ام القديس ماري مرقس، وجهزوا المكان. وحصل ايه بعد ما جهزوا المكان؟ ها حصل ايه؟ ها حصل ايه؟ اسس بابا يسوع سر التناول، خد الخبز وبارك وكسر واعطى التلاميذ وقال لهم خذوا كلوا، هذا هو جسدي. وبعد كده خد الكاس وشكر
وأعطى التلاميذ وشربوا منه وقال لهم هذا هو دمي. وبكده يكون أسس بابا يسوع بنفسه سر التناول اللي بيحصل في كل قداس. ياه قد ايه سر التناول ده مهم جدا. ها مهم جدا. طبعا سر التناول مهم جدا، علشان كده بابا يسوع قال لكل ولاده من يأكل جسدي ويشرب دمي فله حياة أبدية، يوحنا 6:54. من يأكل جسدي ويشرب دمي فله حياة أبدية، يوحنا 6:54. يعني اللي بيتناول يا ولاد دايما هيفرح مع بابا يسوع وهيعيش معاه في السماء على طول. وبعد ما تفرجوا كلهم على أهم وقت في الكنيسة وهو وقت التناول، وعرفوا دورهم وقت القداس، بدأوا يستعدوا يا ولاد كلهم علشان ينفذوا دورهم، وبقت أحلى حزمة قمح جابها الفلاح أحلى قربانة، وكمان بقت أحلى العناقيد اللي جابها الكرام أحلى عصير عنب. ورودي مرضتش ترجع مكانها، لكنها وقفت تزين أيقونة جميلة لماما العدرة. بكده يبقى عرفنا كل واحد ليه دور في الكنيسة يا ولاد وهو بيعمل ايه بالظبط. شوفكوا المرة الجاية. باي باي.